السلام عليكم الغزالات، كيف انتوما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال يا رب. اليوم الصراحة جيت نهضر على واحد الموضوع صراحة اللي كيعصب شوية، زعما الصراحة كيعصب شوية. الموضوع هو انني البارح كنت كنشوف في اليوتيوب، قاسا كنتسارى في اليوتيوب كما كيقولوا، رجع عنا يوتيوب كأنك دخلت شي سوبر ماركت كتسارى. كنلقى اسم الله ما شاء الله السيدة مولاة الصالون لمرضية الوالدين، كنلقاها في مع الصحافة الإعلام عاملين معها كيسألوها. المهم ما علينا، أنا بغيت نسقسيها غير سؤال. هي شحال هادي خرجت وقالت بلي أن ملي كتمشي للدار العجوزة ديالها كتقول أن لوستي ما بغاش يتبان وما كتبغيش يتبان. أوكي، ختها حتى هي كانت كتمشي للدار ديالها وكتقول اختي ما بغاش يتبان، يعني عادي جدا، كل واحد وهو حر في حياته، اخرى ما بغاش يتبان واخرى ما بغاش يتبان، عادي جدا، هنا ما كاينش المشكل. فين هو المشكل؟ هو انها فاش كتطلع عند الصحافه تبقى تهضر، يجبدوا لها موضوع درانيا، كتقول لك هي كانت ما خصهاش تبان ودابا بانت. شو فيك التناقض؟ كتتناقض غير مع راسك. اوكي، واختك، اختك مش كانت ما حتى هي ما كانتش كتبان، وعلاش دابا اختك طلعت تبان؟ حيت شفتي عملتي الحصيصه وخصك حتى اختك تعمل الحصيصه، واللي هذا برهنتيه وقلتيه البارح كما كنشوف في واحد الاعلام مع الصحافه، قلتي بلي انني انا قلت لها اعمل يوتيوب، اعمل يوتيوب، وكتهضر بواحد الاسلوب حتى ان اختك، مع احتراماتي لاختك انا ما كنعرفهاش، ولكن لحد الان يعني اسلوبها نظيف، ما كتخليش اختك تهضر، ما كتخليش اختك تعبر على نفسها، كتنطط. كنشوفك كتنطط في البدايه ديالك في اليوتيوب، كنتي مسكينه ودرويشه ودبوس اليدين ودبوس الرجلين ودرويشه، وحواجبك ما كيشطحوش، عينك ما كتخرجهمش، دابا كطير اختي، عرفتي ديك الفلفل اللي فيه الماء وكتقليه كما كيطير، كطير 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 كطير. اختك ما كتخليهاش تعبر على راسها، انت اللي كتهضر، انت اللي كتجاوب قلت له عرفتي واحد الاسلوب عندك، واش ما كتلاحظش في راسك يعني ديك الاسلوب اللي انتينا كتعامل به؟ واش ما كد انتبهش لراسك؟ واش ما كتشوفش الفيديوهات ديالك؟ ما كتقارنش راسك مع الفيديوهات القدامين ودابا؟ انا ممكن يطلعوا يقولوا لي انتينا حسيتيها ولا انتينا، لا لا لا، شوف انا الفيلا غتعمله، الله يسهل لك، الله يسهل لك، اللي ما عندوش شي فيلا الله يعطيها له، وكاملين عندنا فيلات، واللي ما عندوش شي ابارتمان الله يسهل عليه، واللي عنده الله يزيده، هذا مش موضوعي انا. والصالون كما قلتي انك باغا تفتح الصالون في كل مدينه تفتح فيها الصالون، الله يسهل لك، لان علاش؟ اذا فتحتي في كل مدينه صالون الناس غتخدم، الناس غتدور في يدها الفلوس، مزيان، الله يقوي مالك، ولكن اسلوبك، اسلوبك اسلوب المستنقعات، اسلوبك ما كدعليش الفوق، بما ان الناس بزاف كيشوفوك ما كتعطيش واحد الصوره مزيانه. ومع احتراماتي حتى للصحافه كيجيبوا لنا شي اشخاص، اش باش نقول لكم، ما نعرفش مين كيجيبوهم، انا كنحس انهم كيمشيو للقوادس، لقاعد القادوس، كيجيبوا داك الاشخاص هذوك يحطوهم لنا في التيفي وفي اليوتيوب، المهم عند الاعلام، ها هادي وفلانه يبقى يسقسوها شي اسئلات والقيلو قال، وفلانه ما عرفش شنو عملت لك، وفلان ما عرفش شنو يعمل لك، يعني سبحان الله. جيبوا لنا مثلا شي مهندس، جيبوا لنا مثلا شي دكتور قرا في اوروبا وداخل بواحد الشهاده وداخل يخدم بلاده مثلا، جيبوا لنا مثلا الاطفال الصغار اللي حافظين القران باش 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 كما كيقولوا يسوقوا هذاك القطار للاطفال الصغار مثلا. لا، ثم ما كتجيبوش هاد الشيء، هذا كتجيبوا الناس من المستنقعات، الناس اللي دون مستوى، الناس اللي ما قاريينش غير تعدوا بحدا المدرسه، شموا ريحه المدرسه فقط، شموا الريحه، ما دخلولاش غير شموا الريحه. كومون كومون، والله الواحد ملي كيدخل اليوتيوب راه كيتاسف على حاله، على المغاربه، على اليوتيوب المغربي كيتاسف على حاله، فوضى، وهاللي كيسب، هاللي كيقذف، هاللي كيطعن في الشرف ديال الشخص، هاللي كيعمل، هاللي كيصنع،
واو الصحافه اسم الله ما شاء الله كتجيب لنا غير هادوك. يعني حنا واخا كنبغيو نتخبعوا راه الصحافه ديالنا اسم الله ما شاء الله كتفتش عليهم، هادوك كتفتش عليهم خصها تجيبهم وصافي. اه حبيبه ديالي ريلاكس كام داون ريلاكس، تقل شويه تقل شويه تقل شويه، اذا كان عندك واحد الحقد واحد الكره في قلبك تقل شويه اختي. ماشي دعم الفاكونس الله يسهل لك بشويه، ما تطرش ما تطرش شويه غير بشويه اختي، غير بشويه غير بشويه. راه الناس كلشي كتمشي تعمل فاكونس، الناس كلشي كتمشي تسافر، الناس كلشي كتبني، الناس كلشي كتعمل شي حاجه، غير هي غير بشويه غير ريلاكس كام داون. استنشق الهواء، استنشق استنشق بعمق، جلس شويه مع راسك، راه نتوما سبحانك يا اله وصافي. مهم انا ما عندي ما نقول، مهم اللي شفتو انا جيت قلت صافي، لا حول ولا قوه الا بالله صافي، لا حول الله.